بنشكر القوات المسلحة للمجهودات اللي هي بتعملها، واحنا حاسين جدا جدا بكمية المهام اللي هي بتقوم بيها، وربنا يوفقهم على اللي هم بيعملوه، وان شاء الله يكون دايما على طول هم في عون لينا وفي عون الشعب المصري. كل سنة وانتم طيبين، وتحيا مصر وتعيشوا لمصر، ومصر بلد الامن والامان بيكو. احنا بنشكر القوات المسلحه النصر الكبير اللي هم عملوه في 6 اكتوبر، وبنهنيها على النصر دوت، وان شاء الله في خير وسلام دايما. ده كان نصر عظيم وحاجه كلنا نفتخر بيها، لان جيشنا العظيم حقق ملحمه بطوليه بتعتبر بتدرس للعالم اجمعين. ربنا يحميهم، وكل سنه طيبين ب 6 اكتوبر، وربنا يحميهم الجيش بتاعنا. كل سنه والقوات المسلحه بخير، وان شاء الله البلد في امان، وان شاء الله البلد تكون كويسه دايما باذن الله. '73 انا كنت في الجيش، وقعدت فتره حوالي 9 سنين، لان كنت في سلاح الكباري سواق في نفس المعركه. يوم 10 رمضان اجتنا الاوامر بالتجهيز للمعركه، طيران جاي منخفض، ممنوع حد يتعامل معاه، ممنوع المشاغبه، ثواني وكنا على ارض الميدان. والحمد لله خدنا حقنا. ويوم اول يوم افتكره كان هو يوم 6 اكتوبر، كان اول بيان عسكري يطلع، كلنا كنا مجتمعين حوالين الراديو. كان المجرد ان تمشي في اي مكان تلاقي تجمعات ناس وفي وسطهم راديو بيسمعوا نبأ، نبأ يفرحهم، حاجة ترجع لهم الشيء اللي ضاع منهم. ده ما حدش كان يعتقد في ألوش الا قبلها يمكن بتاع حوالي ربع ساعة. جالنا أوامر، واخد بالك أنت، تشد، كنا بنشد الشدة على كتفنا، وإقناع واقي، و1200 طلقة، والسلاح الآلي بخزنه بزمزمية مية، لغاية ما جت الساعة، والحمد لله. واخد بالك أنت، كنت في لواء دفاع جوي، صواريخ سام 2 وسام 3، والحمد لله عبرنا. اولا احنا كنا مهجرين، فطبعا 6 اكتوبر كان بالنسبه لنا حدث غير الجمهوريه كلها، يعني بالنسبه للجمهوريه كان فرحه، بالنسبه لمدن القناه التلاتة اذا كانت بورسعيد ولا سويس ما عارفه، كان فرحه خاصه. ليه؟ هنرجع بلادنا تاني. احنا بمجرد ما الرئيس السادات الله يرحمه البطل، بطل الحرب والسلام بمعنى الكلمه، قال تسقط التصاريح، لان كنا بنخش بلادنا بتصاريح، الناس جت من غير ما تفكر هي هتيجي فين ولا على ايه ولا هتقعد فين ولا هتعمل ايه.